أهلا وسهلا بكم صديقاتي وأصدقائي. حقيقة أوحشتوني ولكم، وأنا كتبت وقلت لكم ظروف، وهسه ما أريد بعد أخذ وقت بالاعتذارات والتشكرات. خلونا شوية نبلش بالمواضيع التي تراكمت، عسى أن نقدر نلحق بهالكم يوم هاي نخلص منها، يعني نعوض الفات. سأبدأ أول مرة بحدث إقالة هوشيار زيباري وزير المالية. حقيقة إذا تتذكرون مرة في واحد من المواضيع قلت لكم أنت من تريد تتناول ظاهرة وتريد تدرسها شوية بعمق، لا تروح قبل عليها على قالة وتوقف عندها شوية. سميناها الهرم المقلوب، اطلع بعيدا. احنا الآن نعيش فترة اسمها ظاهرة الاستجوابات، والحديث كله دا يدور على الاستجوابات، زين؟ وهنالك من يستثمر هاي المسألة الصالحة وضد عدوه بأي شكل من الأشكال. المهم الصيحة الجديدة هي أنه مجلس النواب الآن ما عاد مجلس النواب السابق، وعاد فاعلا وصار مجلس كذا، وكان القبلة مو خوش. الحقيقة هذه بها ظلم كبير وتجني كبير. أولا إن كانت هي بطولة كما يسمونها، فالحقيقة الفضل يعود بها إلى رئيس الوزراء الحالي الدكتور حيدر العبادي. أنا جاي أقرأ الصورة الأمامي. دكتور حيدر العبادي من اجا غير زمن التسلط والتفرد والهمجية والعنجهية والغطرسة. قال الرجل من البداية السلطة التشريعية يجب ان تاخذ دورها، واي وزير تردون تستجوبوه اهلا وسهلا بكم ويحضر، وانا شخصيا حاضر للاستجواب وللإقالة، وكان عد كلامه وما تراجع. لذلك هو الذي منح احتراما خاصا للسلطة التشريعية وانطاها دورها. هذا إله شلون؟ ما الذي يثبت؟ مجلس النواب السابق الآن يتهم بأنه عاطل وفاقس وكل شيء بيسويه وماكو استجوابات. الحقيقة هي لم تكن كذلك. كان رئيس الوزراء السابق يحتقر مجلس النواب ويهينه ولا يعطيه أي دور، والأدلة على ذلك كثيرة. من بعض الكلام الآن اللي يضحكون به على عقول الجهال، وراح نجي عليها، هاي مال الجهال هم دا يسوون جمهور مال الجهال، ما عليكم راح نجي عليها، ترى ما دا يعاملونهم كبار ذول اللي ينتقبوهم. هاي راح نجي، هاي لها طريق خاص، هذه ان شاء الله بالحلقة الجاية نبدأ بشرحها شوية بتوضيح. دا يضحكون عليهم على اساس يابا انه وين كانوا قبل اذا اكو فساد، ليش ما حد استجوب؟ لا لا، كانوا اسباع واستجوبوا. صباح الساعدي كان من أدق وأفضل، وحتى بحصوت الرجل ودفع ثمن بالنهاية، مو بس وضحى، مو قبض سمعة أو قبض شذب، بس ذاك ما كان بحثي سابق، هذا الفرق. طبعا صباح الساعدي أقال ونجح وجمع تواقيعه وأقال فلاح السوداني. سوى المالكي خلصها من قرار المحكمة وعباله فليساته وصعد بطيارة درجة أولى ودزل لندن وقعد ببيته وتستاهل، وظل ابنه يضرب بوكسات بالانتخابات لحد اليوم. شلون ما كانوا قبل؟ علي الأديب أما تمت عملية جمع التواقيع واستجوابه أيضا، وين لجأ المالكي حتى يحميه؟ لجأ للمحكمة الاتحادية، المحكمة الاتحادية طلعت لها لوفات ما يصير الاستجواب. فهذا الكلام كذب. انتم هاي نورتكم وزيره، ذاك قال له وزير، وزير الثاني حمد هذا نفس الشيء، ايش دعوه هلا النفخ هذا والكذب. ثانيا انتم الذين تتحدثون انتم مصداقيتكم مجروحه، ليش لن تكذبون؟ لذلك هذه استجواباتكم من جابت نتائج. شوفوا واحدة من اثنين، الاولى الشعب بالعكس وقف مع المقال الاول خالد العبيدي، لان يعرف انتم سويتوها لاغراض مو نزيهه. والان ما له شيء زباله ولا واحد لكم بال. الشعب الواعي، الشعب اللي احنا نتحدث معاه ما له علاقه بكم. نعم يعرف هذه، بس يعرف بها هي حق يريد بها باطل. والا هل تعتبر الان هذه ادانه هوشيار زيباري الان تنزيه الى بالثمان سنوات عندما كان وزير خارجيه؟ أنا أقسم بالله كان أكثر فسادا عندما كان وزارة الخارجية. ليش؟ أنتم بالتحقيق هنا شنو غير عقود الإيجار والحمايات والسيارات كلها كانت من ذاك الزمن جابها نقلها حطها هنا، هم نفسهن الإيجار نفس العقد مال الإيجار،
الحمايات نفس الحمايات، السيارات نفس السيارات، والميز نفس الميز، ويقول لك حتى السكرتيرات والنرجيله هم جابنها وجابوها له وجو. او حتى العبيدي يا عمي هم نفس الشيء، انت ليش ما حاسبت الضباط الوده ومال سبايكر؟ وهي كانت بزمن ذاك القادر. او هم كنتن تشذبن انه المالكي قبل احتقر مجلس النواب للحد الكبير بحيث 3 مرات ارادوا استجوابه، مو مره ومرتين، لا 3 مرات. لا تتهموهم ذولك كانوا مو ابطال، هم مو ابطال، لكن هو اهان وقال انه لازم اذا تجبروني تعالوا لي هنا. وحضرت النائبه الصادقه بين قوسين كانت تقول شنو؟ هو مسؤول امني الان، هو قائد عام القوات المسلحه، ذولا تجي بلايه وطبيبه ومدرسه تستجوبه؟ هذا ضحك على الذقون ما يعبر علينا ولا يعبر على احد، ويجب ان تنتبهوا له. والحقيقه الحقيقه الذي يستحق الشكر كاملا على هذا الذي حدث هو حيدر عباد. واركز على مساله ثانيه، احتقار المالكي ليس لمجلس النواب، لا لكل، شوف احتقر التظاهرات 25 شباط، واحتقر المرأة. الآن يقول لك المالي ايش عنده العبادي شاد ويالي، يعني شي امرأة شفت شذب هذا التبتشبتش، هاي سياسة التبتشبتش الجديدة اللي نضحك على الجهال، هاي ممّيات يطولها للجهال، شايفين هذا الملهي، هي هاي سياسة الإلهاء. الرجل انهان انضرب ببطالة المي بقنان المي بتصرف همجي داخل مجلس النواب، ما رد عليه ولا ريطر يضب، هو عنده حماية ويقدر، هو رجال ويقدر يرجع البطل ويضربه غير البطل، يقدر يشيل الكرسي ويضربه بالرأس، لكن سلك سلوك حضاري راح للقضاء اشتكي. الإمام علي كان يشتكي عند القضاء عندما حقه يقدر. أي إنسان يلجأ للقضاء، هاي ثقافة يجب أن نشجع عليها الناس، مو نعتبرها ظلم للمرأة. هذا شلون نائب اللي يحتقر القضاء يعتبره ظلم؟ تفضلوا، هاي عقلية ذاك، عقلية الهمجية السابقة، عقلية الأب البدائي. أذكركم باللي سواه ذاك بهناء أدور، امرأة ناشطة مدنية جابت بيان يمثل آلاف المتظاهرين، ودخلت عليه بكل أدب وتحضر، مو شالت له بطل وطقته على رأسه، قالت له تفضل أستاذ، وحتى قالت له دولة رئيس الوزراء، يشبرها بوجهه. ليش؟ لأن هذه حاسرة الرأس، وبحسب عقليتها هاي مسيحية تحتقر مثل الجماهير. حتى قام يحجل بالاحترام، لك يا شعب، لك يا شعب شوية انتبهوا. ذيك كانت وصمة عار كبيرة جدا عن العراقية تحتقر بهذه الطريقة، هسه لا، صار يروح للقضاء هو ليهين المرأة، ينضرب ويروح يشتكي بالقضاء، لا. على كل حال، يعني النقطة اللي أحببت أكدها هي يجب أن نعطي لكل ذي حق حقه. صاحب هاي التجربة الجديدة وانتعاشت مجلس النواب، أنا استغرب من مجلس النواب ما يرفع برقية شكر لحيدر العبادي على تصرفه الحضاري وعلى احترامه للسلطة التشريعية لأول مرة بتاريخ العراق من 2003 لليوم. هاي نقطة. النقطة الثانية، الآن سأأتي على أوكاكا، شو اسمه هو؟ هوشيار زيباري. سأتكلم الآن. أنتم طبعاً كثيرين، أنت ليش ما تحكي على أكراد وليش ما تحكي على أكراد؟ على أساس أنهم من عمرهم 12 سنة، يضحك علي. أنا مهمتي بالأساس كمثقف، خلينا نقول إعلامي، أشتغل على هاي الصفحة، أنه هدفي هو صنع رأي عام. يعني عندي جمهور يفهم لغتي، يفهم لهجتي، أأمل وأطمح أن أأثر بي وأتأثر بي أيضا. يعني العملية متبادلة. ليش؟ لأن كل لغة مشتركة، هموم مشتركة، شيء يعتبر هو أقرب لما يسموه بالنقد الذاتي. أنا بأي لغة أخاطب الجمهور الكردي؟ أعرف كردي، أعرف همومهم، أعرف شغلاتهم. بالمناسبة المثقفين الأكراد جاي يقومون بهاي المهمة ودا ينجحون بها، ودا تصير هنالك تغييرات كثيرة بالرأي العام بالكردي. هاي مو مهمتي. بعدين أنتم قلبوا المسألة، وفرضوا هسه مثقف كردي أو إعلامي كردي يجي يسوي أحاديث، يكلم أهل الجنوب، يكلم أهل العمارة، يكلم أهل البصرة الناصرية، شنو درجة تأثيره؟ فهي ترى شغلتي أنا مو شغلة هذيان أو إرضاء. أنا مو مسؤول سياسي، ولا أنا عضو برلمان، ولا رئيس لجنة، ولا وزير، ولا أبدا حتى أتبع هذا رئيس الكتلة من يكون ضد هذا وهذا مع هذا. أنا معك،
لكن اليوم هذه المناسبة راح أتكلم بها مع من؟ مع الساسة الأكراد. هذا مو حكي مع الشعب الكردي. أنا نحكي وياكم مختلفة العملية. كاكا لو أحكي وياه للصبح هو ما ينتخب غير كردي، ما بيها كافلام، ما عنده. زين الآن نريد نجي على الأكراد اللي همي أنا قاموا يتبجبجون هسه إنهم أنتم ليش ليش أقلتوا ما أعرف إيش. طبعا أنا مع هوشيار زيباري من قال إنه هاني المالكي استهدفني، لأن فعلا بصراحة لو حامين المالكي ما يطيحه، لأن هو جربها 8 سنين لعب شاطي باطي قلب الدنيا قلب، شحد كان يوصل. وعدي أدلة شخصية أعرف المالكي كان حامي هوشيار، وهوشيار كان يقدس المالكي بالمناسبة، كانوا وزيرين فد شو اسمه مسؤولين فد كذا، يعرف هو يحميه، لذلك هم يعتمون عليه. ليش؟ لأنه زيباري كان يطالبه بأفضاله هلا عليه. محسن السعدون ما تمهلك روحه، وهذا رجل سياسي دمير ثقيل، أنا احترم آراءه هو وأحمد عثمان كسياسي يشتغل. ذاك اليوم يبين فلت مدر الحظ فلته، يقول احنا ساندنا الكتل السياسية، واحنا خال مالكي ساندناه بشكل خاص، خاصة في 2010 عندما ساندناه على الولاية الثانية، وعلما كانت هي من استحقاق اياد علام. كاك الله لا يطيك، والله لا يوفقك، اذا هذا كلامك تفتخر بيك ماله. يعني هسه لو تقول والله احنا نستاهل، لان احنا رحنا بذينا على البنية وجبناها وساندنا واحد ما يستحق وسوى بينا سوا وهذه نتيجة غلطنا، اقول لك على راسي اعتبرك رجل سياسي تنتقد مصلحتك، تنتقد سلوكك السياسي. كاك ما لا يصلح اخلاقيا لا يصلح سياسيا. قاعد انتم اذا على سياسة انتم المالكي، واعرفكم كل الزين، مدير مدرسة ابتدائية عندكم ما تعينوا، ما شغلتوا من راحتكم، لكنه عندنا تخلوا عن رئيس وزراء، ليش؟ العراق خليه يحترق، المهم كردستان سالمة. هذا كاك المبدأ هو اللي خسركم الكثير طيلة عمركم. كاك انتم دائما تحالفاتكم غلط وما تستفيدوا من التجربة، يبدو عندكم مرض نفسي سياسي، مرض نفسي. اني شغلتي علم النفس، هو شنو المريض النفسي ما يستفيد من تجاربه؟ أعدت تحالفاتكم، تحالفتوا ويا صدام حسين، رجعتوا تحالفتوا ويا شاه ايران، تحالفتوا ويا الاتراك، تحالفتوا ويا المجلس الاعلى، تحالفتوا ويا الشيعة، تحالفتوا اليوم ويا السنة، هميدة تحاولوا تسوون، اشتلعتوا. هسا هم قبالكم، اصبع قبال بعيونكم على الموصل، وهذا المالك قبالكم وانتم تشكون منه. وشوفوا كاك مال، انت حاسب حساب هذا الغرور السياسي اللي امتلككم وسبب غباء ربعنا، اجا يوم انتهى. كاك حتى لو تريد تنفصل وتسوي لك دولة، زين انت ترضى هيك حاكم فيك شجار؟ زين انت ما كافي عليك دكتاتوريات محيطين من ثلاث جهات، انه بتريد تجيب لك شغله مخربطه رابعه؟ هاي بحاله الانفصال. واذا بقيتوا انت، اذا ماكو ديمقراطيه بداخل العراق وحاكم ادمي، انتم شو راح تعيشون؟ هاي ما حسبتوا. كاك كاك خلنا اصلح لك معلومه، انتم مو بس هاي المره جبتوا المالكي، لا 3 مرات انتم سبب بجيبه المالكي. الأولى وقعتوا الجعفري وفتحتوا له الطريق واجا، وهم ما وقفتوا ضده، وانتم تدرون بي، وانتم قايلين هو اجانا هنا كردستان اسمه جواد، اجرنا له تاكسي شغل ما شغلناه، انتم تحكوا، ترى طلع الاسماء وتعيروه بالكباب ايضا، تقولون كباب اربيل ما غزر بي، وطلعتوا لي القائمه ايش قد صرفتوا عليها كباب، وايش قد صرفتوا عليها تاكسيات، وايش قد صرفتوا عليها كذا، وحتى سياره ما عندك، قلتوا له عيب تروح التاكسي، اعطيتوه سياره، قلتوا له اخذها. هاي ترون اياها، وبالاسماء ترى اقولكم. زين هاي انتم. هاي الاولى، الثانيه اللي انت حضرتك تعترف بيها ومكيف، يعني تعرف شنو كاك لو جاي قائمه اياد علاوي؟ هيك بكل فخر تقولوها يعني؟ بس شو اقول لك؟ شو اقول لك؟ راح تشوفون اللي ما شايفينه بسبب هاي سياساتكم الحمقاء. اذا ما كردستان مو تنفصل راح تتقسم، انا مسؤول. اذا استمرتوا على هذا النهج. الثالثه هسه كنا نحكي عنها. ضاقت الدنيا ذرعا، شارع الشيعي ضاق ذرعا من بلاوي المالكي، وكان يريد يجيبنا يذبنا بتهلكه، وماكو غير يتلاحقوه بعض الخيرين انه يسحبون الثقه منه. اجا كاكا جلال طلباني همي انا لغاها وفشلها وثبتها. ابو موسى الاشعري
يا ريتها بلعب دور موسى الاشعري عبد الله العاص صار لكاكا من تالي وقت. يعني كاكا هاي لو مو الدقه لا عندنا سبايكر ولا الموصي اللي راحت ولا شبابنا كلها تجطلت ولا هاي المفخخات ايش صارت بينا ولا الان 4 ملايين نازح ولا هذا الضيم ولا الالف مليار ما بيوجد. بضيتوا كاكا الى الرواتب مدرسيكم معتهم زين. هاي المصيبة أنا الآن جاي أحاكيكم وما أقدر أقول لكم على طريقة أخرى يبصير شامت بصراحة. شنو هو الوزير؟ هو الوزير ترى مو مشكلة بالمناسبة، وزير تجيبون 20 وزير بمكانه هاي سهلة، موجود عمار حكيمي دبل لكم إياها. لكن أكو شغلة خسرت الشارع الشيعي كاك، كاك صلطوا عليه من لا يرحمه. كاك الشارع الشيعي مو هذا اللي تشوفونه اللي يركض وراء المالكي. انتبهوا على النزل صور، انتبهوا على طلعوا تظاهرات شباط 2011، انتبهوا على ذني كاكا. كاكا الشعب الشارع الشيعي الآن قستوا ردة فعله. هذا الشارع الشيعي ما كان يكرهكم، كان متعاطف معاكم من زمان، من زمن صدام وغيره. عمر الشارع الشيعي ما كره الكردي، اكو كان تحالف روحي مثل الصداقات. لكن ليش هذا الشارع الشيعي غضب على مود العبيدي خالد العبيدي ولا داربال ونص فرح على مود سقوط خوشير زباري؟ هذا مو درس كاكا؟ هاي لكم كلكم كاكوات، خاصة كاكا مسعود. بصراحة عندكم قصور وفهم تحالفاتكم، حتى هسه ما اريد ادخل بشغلات، حتى شلون تتعاملون مع هذا ومع ذاك وتجيبون هذا وتقربون ذاك وتبعدون ذاك. كاكا المشكلة أنتم الآن خسارتكم مو وزارة مالية، والله لو خسارة وزارة المالية ما مشكلة. أنتم شارع شيعي بكامل خسرتوه، والآن أنتم في طريقكم إلى خسارة الشارع السني تقريبا. إذا مسألة الموصل بديتوا تلعبون نفس اللعبة، إن شاء الله يتم تحرير الموصل بأقل الخسائر على جيشنا وحشدنا وعلى البيشمرقة أيضا إن شاء الله يتم. لكن كاكا من الآن هم رجعتوا تفرشون البسطة القديمة، وهم بدت صفي وصفي، وهاي صاحبتكم تدز رساله تنظر 5 ايام وذاك ما شنو لهسه عبالكم بعدهم من شر. كاكا هاي مال سوينا عليك فضل لازم ترده بصراحه، انت لازم تطلع من مجلس النواب، تترك السياسه تفتح لك دكان. انا رجال ملكك ما مشتغل بالسياسه، انت اعمق كاكا. كاكا سعدون حسن سعدون، امريكا قبلكم ربت بن لادن ضد التعازي بيتي ودفعت الثمن. انتم ربيتوا لكم واحد صغيرون مجرم وغبي وقاتل وما يرحم ولا ابدا. كبر كاكا، هذا كبر كاكا. كاكا ماكو غلطة بدون ثمن، خاف يقولوا لك هيك شيء، صدقني ماكو شيء ما يندفع له يندفع باكر. كاكا كوبية دارمي راح اقرا لك اياه، واعتقد انت ما تحتاج تفسيره. هذا تروح تقرا ويا روحك وقعدوا بالاجتماع مالكم، شوف ايش عمل وياي تربات يديه، عسيته عس الطير وانقلب حيه. ما اتمنى لكم الخراب ابدا، بس جبتوه على نفسكم. تحياتي والى الحديث القادم.